أهلا بكم. مهمة ولد الشيخ في صنعاء محاصرة بالمجاميع المسلحة في مشهد يعيد إلى الذاكرة ما فعله المخلوع سابقا مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي وعدد من المسؤولين الدوليين في العام 2011 الذين تمت محاصرتهم داخل السفارة الإماراتية أثناء بحث تنفيذ المبادرة الخليجية. لم يتغير المخلوع ولا أساليبه، ولم تتغير مهمات المبعوثين الدوليين، وربما لن تتغير النتائج. في عمان كانت الحكومة تبحث دورا أردنيا مأمولا في الضغط على سلطات الانقلاب في صنعاء للقبول بالحل السياسي بعد أن كان المبعوث الأممي قد بحث نفس الفكرة مع العاهل الأردني قبل أيام، ولا يعرف حتى الآن ما الذي يمكنه أن يفعله الأردن بعد فشل كل الجهود الأممية والإقليمية وتعنت الانقلابيين واستمرارهم في رفض كل مقترحات الحل المطروحة. في هذه الحلقة سنناقش التطورات السياسية في محورين: إلى أين تمضي مهمة ولد الشيخ في صنعاء؟ وهل ما يحدث هناك مؤشرات خلاف بين جناحي الانقلاب؟ والمحور الثاني سنناقش فيه ملامح الدور الأردني المرتقب في الأزمة اليمنية. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. يضع الحوثيون وحلفاؤهم المبعوث الأممي لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد ومن خلفه الأمم المتحدة والدول الراعية للتسوية أمام اختبار جديد في أحد الفصول الطويلة للأزمة اليمنية التي أصيبت بحالة انسداد تام للحلول السياسية على ما يبدو. بعد أقل من 24 ساعة على وصول المبعوث الأممي لصنعاء لعرض بنود خطته التي أعلن عنها في وقت سابق الشهر الماضي، وضعت ميليشيا الحوثي والمخلوع ولد الشيخ تحت الإقامة الجبرية إثر محاصرة مجاميع مسلحة لمقر إقامته. التصعيد الخطير ضد ولد الشيخ يأتي متسقا مع اللهجة الشديدة التي تم توجيهها ضد المبعوث الذي تم اتهامه بعدم الحياد والانحياز للجانب السعودي، ووصل الأمر لرفض الوفد المشترك لميليشيا الحوثي والمخلوع في المفاوضات الالتقاء به، واشترط عليه أن يلتقي ما يسمى بالمجلس السياسي الأعلى. ولد الشيخ الذي ذهب إلى صنعاء بحثا عن تجديد للهدنة قال عقب وصوله أنه سيبحث أفكارا يمكن بلورتها إلى خطة ملموسة ستعرض خلال الساعات المقبلة على الأطراف المعنية. وعلى عكس المرات السابقة لم يتم استقبال المبعوث الأممي هذه المرة في مطار صنعاء، وهما يعد محاولة ابتزاز سياسي لإجباره على الخضوع للالتقاء بالمجلس السياسي الذي سبق للأمم المتحدة إدانة تشكيله واعتبرته خرقا للتهدئة وتهديدا بنسف التسوية السياسية التي ترعاها. حزب المؤتمر جناح المخلوع يبدو في واجهة الحملة بشكل مباشر على عكس حلفائه الحوثيين، حيث اشترط الأول وقف العمليات العسكرية للتحالف قبل الحديث عن العودة لطاولة المفاوضات. وفي تطور لافت غادر رئيس الحكومة وعدد من أعضاء الحكومة عدن باتجاه العاصمة الأردنية عمان وسط تأكيدات عن طلب حكومي بدور أردني لإقناع ميليشيا الحوثي والمخلوع بالقبول بخطة التسوية التي عرضها المبعوث الأممي على العاهل الأردني في وقت سابق. استدعاء الموقف الأردني هو الورقة الجديدة للأمم المتحدة، حيث سبق للعاصمة الأردنية أن استضافت عددا من اللقاءات غير المعلنة بين عدد من الأطراف اليمنية برعاية أممية بين صنعاء والرياض ومسقط وعمان ولندن وطهران. ثمة تقاطعات كثيرة جميعها لا تؤدي للحل قدر ما تسمح بإطالة أمد الأزمة وتشتيت فكرة الحل الشامل الذي يخمد النيران التي أشعلها الانقلاب قبل أكثر من عامين وتجاوزت تداعياتها حدود الإقليم. ينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من العاصمة الأردنية عمان الباحث والمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. إذا ما بدأنا معك مما يحدث في صنعاء، في البدء كان هناك تصريح مؤتمري شديد اللهجة ضد المبعوث الأممي، ثم تبعه محاصرة لمجامع مسلحة لمقر إقامة ولد الشيخ. برأيك إلى ما يشير هذا الأمر؟ لا أستطيع أولا تأكيد القضية الحصار المسلح لأنه حركة غير مفهومة إلا إذا كان الهدف منها الضغط على ولد الشيخ للاجتماع بالمجلس السياسي، وهو الأمر الذي رفضه ولد الشيخ حتى الآن، وآخر الأنباء تشير إلى أنه اجتمع مع الحوثيين وفريق صالح بنفس الطريقة الذي كان عليها الحال قبل في الاجتماعات السابقة، بمعنى أنه لم يقبل بأن يضفي أي شرعية على المجلس السياسي الذي أعلنه الطرفان، لأن الاجتماع بالمجلس السياسي كمجلس سياسي هذا يعد
خروجا على الاتفاقات والتفاهمات السابقة، وأيضا اعترافا بمجلس سياسي لا يعترف به العالم. أما من ناحية هجوم المؤتمر الشعبي على ولد الشيخ وبعدم حياديته واتهامه بعدم الحيادية، هذا أمر أيضا يدخل في باب المناكفات والابتزاز السياسي، وأيضا استباقا لما يذكر من أن هناك من خطة سيعرضها ولد الشيخ على الحوثيين وصالح في صنعاء، ربما تكون رفض مسبق لهذه الخطة وتهيئة لهذا الرفض على اعتبار أنها خطة تنحاز للطرف الآخر. يعني هذا الآن هذه كلها تكهنات، وليس هناك من شيء مؤكد في ظل هذا الوضع الذي يكتنفه الكثير من الغموض والقليل من المعلومات الصحيحة والكثير من الإشاعات. نعم. طيب أستاذ عبد الناصر، هذا الأمر يعني حدث من قبل المؤتمر أو جناح المخلوع في المؤتمر الشعبي العام، لكن لم يحدث مثله من قبل ميليشيات الحوثي أو الناطقين باسمهم. هذا الأمر هل يشير إلى وجود خلافات بداخل صف الانقلابيين، أم أنه أمر طبيعي لوجود أجندات مختلفة في نهاية المطاف؟ من البداية الحوثي غير صالح، هذا طرفان متناقضان في التاريخ ومتناقضان في الحاضر وفي الماضي، ولا يمكن أن يكون بينهم أي قواسم مشتركة حقيقية، وكل ما يجمعهم فقط وجود عدو مشترك لهم، وغير ذلك ليس هناك ما يجمعهم. نعرف الآن بأن المجلس السياسي الذي كان يهدف صالح من وراء إنشائه أن يستعيد جزء من السلطة، أن يضع رجل من جديد في السلطة، ولكن كما هو واضح الحوثيين رفضوا أن يمنحوها أي شيء، والدليل على ذلك عدم تشكيل هذه الحكومة وبقاء اللجنة الثورية العليا واللجان الثورية التي شكلت في جميع الوزارات تمارس عملها كما كان في السابق، بمعنى أنهم لم يقبلوا لأن يعود صالح للسلطة بأي شكل وأن يكون حتى شريكهم في هذه السلطة التي لا يعترف بها أحد. هذا من ناحية العامة. من ناحية الفعل فيما يتعلق بعلاقة موقف المؤتمر من ولد الشيخ، ربما يكون هناك فيما يتعلق بالمبادرة أو ما يعرضه من أفكار ولد الشيخ بأنها تتجاهل، ربما تتجاهل المؤتمر وتعطي الحوثيين حصة أكبر في أي تسوية قادمة، أو تتعامل وكأن الحوثي هو الطرف الرئيسي فيما تتجاهل صالح. طيب قبل أن أنتقل إلى الأستاذ مختار الرحبي الذي ينضم إلينا الآن في هذه النقطة تحديدا، أستاذ عبد الناصر، هل يعني الحوثيون قد حصلوا على ضمانات من السعودية أو تفاهمات مع السعودية وكذلك مع المجتمع أو المنظمات الأمم المتحدة، لكن علي عبد الله صالح وجناحه في حزب المؤتمر لم يحصل على ذلك، وبالتالي هذا ينعكس على الغضب المؤتمري الموجود على ولد الشيخ والسكوت الحوثي يعني الظاهر أو غير، يعني ليست هناك تصريحات من قبلهم؟ يعني المجتمع الدولي وحتى السعودية ترى بأن الحوثي هو الأداة الفاعلة في صنعاء أكثر من صالح، وربما هذا يغضب صالح ويغضب فريقه، ولهذا السبب كان هناك تفاهمات تمت في السابق، نعرف عن تفاهمات اللي تمت بين الحوثيين وبين السعودية، وهذا أغضب صالح وفريقه في ذلك الوقت. وأيضا عندما تحدث كيري عن في جدة تحدث عن الحوثيين ولم يتحدث عن صالح، وكأنه أشار عندما قال الحوثيين أقلية وأنهم يجب أن يكونوا ضمن سلطة بشكل من الأشكال. هذه الأمور ربما تغضب
صالح وفريقه ولهذا تجعلهم في هذه الحالة طرف أكثر تشدداً، يتخذون المواقف الأكثر تشدداً فيما يتعلق بالتسوية في حال تم تجاهلهم كما حدث في من خلال التفاهمات السابقة بين السعودية والحوثيين. رأينا أن صالح وفريقه اتخذوا مواقف أكثر تشدداً ضد السعودية، حتى أن بعض الهجمات العسكرية ربما كان لصالح اليد الطولة فيها أكثر من الحوثي. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ عبد الناصر. كما يعني قلت قبل قليل، ينضم إلينا من الرياض الأستاذ مختار الرحبي الصحفي. مساء الخير أستاذ مختار. أهلا وسهلا بك ومساء الخير عليك وعلى ضيفك المشاهدين الكرام جميعا. أهلا بك أستاذ مختار، برأيك ما هي الأفكار التي يحملها ولد الشيخ إلى صنعاء، وإلى أي مدى بحسب المعطيات الموجودة سينجح ولد الشيخ في مهامه؟ في حقيقة الأمر نحن نتمنى أن ينجح ولد الشيخ أحمد في مساعيه من أجل العودة لطاولة الحوار والمناقشات، لكن بكل تأكيد أن الرؤى التي سيتقدم بها لن تخرج عن المرجعية المتفق عليها، ولن تخرج عن قرار دولي 2016، إنما هي أفكار، يعني تتزاوج الأفكار وتتغير الرؤى، لكن في النهاية ستكون هذه المرجعية وستكون هذه الرؤى وستكون خارطة الطريق التي يحملها إلى الانقلابيين لن تخرج عن المرجعية المتفق عليها والقرار دولي 2016. الجديد في الأمر أن هناك طرفية الانقلاب يرفض هذه المبادرة أو خارطة الطريق أو لنقل الرؤى التي يحملها إسماعيل الشيخ أحمد، قام بالتحريض ضد إسماعيل الشيخ أحمد وجاء مجموعة من الأتباع له وقام بحصار إسماعيل أحمد ورفعوا شعاره ضده، وأنه أصبح يعني مندوب للمملكة العربية السعودية ولدول الخليج، وأنه مشتروه بالمال وغيرها من الأوصاف التي أطلقت عليه. في أنا أعتقد أن هذه تعتبر جريمة وعمل غير أخلاقي، عمل مشين استخدمه علي عبد الصالح لما نتذكر في العام 2012 ضد الزياني الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي، كان عثره في السفارة الإماراتية وقال أن هذا هو الشعب الذي حصل، لكن نحن لم نحصل. بالتالي هذه ما حصل اليوم. نعم أستاذ مختار، يبدو أن هناك مشكلة أو إشكالية في الصوت، سنحاول حلها العمل عليها. أعود إلى ضيفي الأستاذ عبد الناصر المودع. أستاذ عبد الناصر، يعني بوسط هذا الوضع باعتقادك، هل يمكن لولد الشيخ النجاح في تمديد الهدنة باعتبارها المهمة الأولى أو البند الأول من مهامه أو خطته أو ما شابه، وهل يمكن له أن يحصل على الموافقة على البدء في مشاورات سياسية قد تخرج بشكل أو بآخر بنتيجة ما؟ أولاً الهدنة لم تحترم بشكل عام، وهي كانت هدنة فاشلة حتى الآن، وتمديدها ل72 ساعة أيضاً ليس له معنى، يعني لماذا 72 ساعة وتمديدها؟ يبدو أن الهدف الرئيسي لولد الشيخ ليس الهدنة، ربما الهدنة قد تكون الخطة النجاح البديلة والاحتياطي، بمعنى أن ولد الشيخ لو استطاع أن يمدد المهلة الهدنة فيما أنه قد يفشل في إقناع الطرفين بالخطة المطروحة. الخطة المطروحة، نعود للخطة المطروحة وهي الأهم في هذه المسألة. ليس هناك أولا من وضوح حول طبيعة هذه الخطة، تظهر بين الفينة والأخرى تسريبات لهذه الخطة، تتحدث هذه التسريبات عن تعيين نائب جديد لهادي ومن ثم تفويضه بصلاحيات الرئيس، وفي نفس الوقت تشكيل حكومة توافق حكومة وحدة وطنية من جميع القوى السياسية بما فيهم صالح والحوثي. هذه هي أهم التسريبات التي تظهر عن هذه الخطة منذ أن ذكر كيري بأن لديه خطة ما، أو ذكر بأن هناك خطة سميت بأفكار كيري وزير الخارجية الأمريكي، لكن حتى الآن لم يصدر شيء. الحكومة اليمنية دائما تقول بأنها لم تستلم حتى الآن أي
أفكار أو أي مقترحات، وهذا يشير إلى أنها رافضة من حيث المبدأ لهذه الأفكار. يعني مجرد أن الحكومة اليمنية تقول بأنها لم تستلم بمعنى أنها غير راضية عن هذه الأفكار، بمعنى أن جزء من هذه التسريبات صحيحة والتي تتعلق بنقل صلاحيات هادي لنائب رئيس، وكأننا هنا سنكرر تجربة هادي الفاشلة التي هي تجربة فاشلة بنائب رئيس توافقي يطلع غير توافقي. يعني وهذا كما ذكرت يبدو أن المهمة هنا صعبة جدا. هناك أفكار اليوم سربت بأن ولد الشيخ ربما يهدد الأطراف وهو تحت ضغط أو تحت دعم أمريكي بريطاني بأنه سيذهب إلى مجلس الأمن بهذه الخطة وتصبح قرار في مجلس الأمن. هذا القرار ربما يكون بديلا عن القرار 2216، وهو في هذه الحالة سيسحب على الحكومة أحد مصادر قوتها وموقفها التفاوضي، فيما سيضغط به على الطرف الآخر بأن خطته ستصبح قرار في مجلس الأمن. طبعا هذه برأيك أن خطواته الآن تجري في خصوص هذه النقطة، تمهيد لقرار جديد من مجلس الأمن، سيصدر قرار بريطاني أمريكي سيصدر قريبا. يعني هذا ما سربت أخبار، ولكن أقول أحيانا مجرد الأفكار لا يعني بأنها ستتحقق في المستقبل، لأن أي قرار أو أي أمر من هذا القبيل سيخضع لمفاوضات بين الدول الكبرى ومفاوضات بين السعودية وبين هذه الدول، لأن السعودية هي طرف فاعل ورئيسي في هذه القضية، وبالتالي لن يأتي هكذا قرار في يوم وليلة مسلوق وبطريقة معينة. أقصد أن هناك تسبق مثل هذه العملية ومثل هذه القرارات تسبقها خطوات كثيرة وإجراءات كثيرة وربما عقبات كثيرة تحول دون تطبيقها، ولكن مجرد تسريب هذه الأخبار كما ذكرت ربما يكون الهدف منها الضغط على كل الأطراف بأنه هناك قرار سيصدر من مجلس الأمن وستتحول خارطة الطريق هذه إلى قرار في مجلس الأمن. طيب أستاذ عبد الناصر، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. أعود إلى الأستاذ مختار الرحبي. أستاذ مختار، قبل أيام كان ولد الشيخ في الأردن، بالأمس أيضا رئيس الوزراء وصل إلى هناك كذلك، يعني يقال أن هو هناك لبحث ما قيل أنه دور أردني في الأزمة اليمنية، هل من تفاصيل أكثر حول هذا الموضوع؟ نعم، في حقيقة الأمر أنه حتى هذه اللحظة لا يوجد هناك تفاصيل حول ما هو الدور الذي ستلعبه الأردن في الأزمة خلال الفترة القادمة، لكن ما نعرفه أن الأردن هي دولة شريكة ودولة أساسية في إطار التحالف العربي، وهي داعمة للشرعية، وأعلن ذلك رئيس الوزراء الأردني خلال لقائه اليوم برئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، أعلن صراحة دعمه واستمرار دعم الأردن للشرعية اليمنية. الأهم من ذلك هو ما يتم الترويج له، ما التسريب حول رؤية جديدة، وما تم نشره من قبل بعض القنوات ووسائل الإعلام أن ولد الشيخ يسعى إلى يعني إلى إصدار أو الرؤية التي يحملها تتناقض كليا مع القرار الدولي 2016، تتناقض كليا مع المرجعيات الثلاث، وهنا ستكون المشكلة وهنا ستكون المعضلة الكبيرة التي ستدخل الشرعية في إطار إشكالية، وأيضا ستدخل التحالف العربي في إطار مشكلة، لأن التحالف جاء أيضا لكي ينفذ القرار الدولي 2016، بالتالي ستكون هناك صدامات بين دول التحالف العربي وبين الموقف الأمريكي الجديد كليا وكذلك الموقف البريطاني. أشكرك صحفي مختار رحبي، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض. وأعود إلى أستاذ عبد الناصر المدع. أستاذ عبد الناصر، هذا الدور الأردني، يعني الحكومة تطلب دورا أردنيا، الأردن هي دولة من دول التحالف العربي، إلى ما تستند الحكومة في طلبها على للأردن أن تضغط على الإنقلابيين للقبول بالقرارات وقبول بخطة ولد الشيخ؟ يعني الأردن دولة لها علاقات قوية بجميع الأطراف في اليمن، وتحديدا الرئيس السابق صالح والحكومة الشرعية، وهي أيضا دولة تعتبر أحد المناطق التي يتحرك إليها اليمنيين من جميع الاتجاهات، وبالتالي تمتلك الأردن مؤهلات كثيرة لأن تساهم في تقريب وجهات النظر، أو ربما تكون الأردن هي
الدولة التي ستستضيف أي مشاورات قادمة، لأننا كما نعرف الحكومة الكويتية لم تبدي حماسا باستضافة جديدة لأي مفاوضات. ليس هناك أيضا حاليا في الأفق أي دولة في العالم وتحديدا في الإقليم لديها الاستعداد لأن تستضيف المفاوضات. ربما تكون الأردن الآن كمقترح لتكون أرضا للمفاوضات المقبلة، ولكن هذا الأمر أيضا لا أعتقد أيضا أن الأردن سيغامر باستضافة مفاوضات طويلة دون شبيهة بما حدث في الكويت دون أن يكون هناك مؤشرات بأن هذه المفاوضات ستحدث اختراقا سياسيا ما، لأن هذا الأمر مهم جدا أن لا تستقبل دولة مفاوضات تكون مؤشرات الفشل عالية أكثر من مؤشرات النجاح. أشكرك الباحث والمحلل السياسي عبد الناصر مودع، كنت معنا عبر الهاتف من العاصمة الأردنية عمان. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من الرياض مستشار رئيس الجمهورية دكتور محمد موسى العامري. مساء الخير دكتور محمد. مرحبا، مساكم الله بالنور، أهلا وسهلا. أهلا بك سعادة المستشار. كيف تتعامل الشرعية مع مطالب تجديد الهدنة وكذلك مع مطالب البدء في نقاش مقترحات الحل التي يطرحها ولد الشيخ في الوقت الراهن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للهدنة، الحكومة تتعامل مع أي مطلب في هذا الاتجاه من منطلق المسؤولية والحرص الشديد على حقن دماء أبناء شعبنا اليمني وعلى رفع المعاناة الإنسانية التي يعيشون فيها. فنحن ننظر بشكل عام، الحكومة ينظرون إلى الهدنة على أنها ضرورة وحاجة، الطرف الآخر ينظر إلى الهدنة على أنها فرصة للمخادعة، فرصة للمخاتلة، فرصة لتغيير المواقع العسكرية وإعادة التموضع، فرصة للتمويل، ومن جهة أخرى يعتبر أن المعاناة الإنسانية كذلك قنطرة إلى تحقيق غاياته ومطامعه السياسية. طيب، أي اتجاه يحقق يعني السلام العادل وفق المرجعيات المتفق عليها ومنها قرار 2216 بنزع بإنهاء الانقلاب فهو محل ترحيب، لكن الواقع أثبت أن هذه العصابة المتمردة المتمثلة في الحوثي وصالح لا يريدون السلام، يريدون فقط أن يحصلوا على شرعية لهذا الانقلاب الذي قاموا به. طيب برأيك ما هي الملامح الممكنة للحل الذي يعني قال عنه ولد الشيخ أنه سيطرحه على مجلس الأمن في الأيام المقبلة؟ يعني أول مرحلة هي في ما يتعلق بالجانب الأمني وهو نزع أسلحة الميليشيات وتسليم مؤسسات الدولة. هذه أول محطة، لأن يعني أي حل يتضمن بقاء الميليشيات أو تشريع انقلابهم أو استمرار عدوانهم لن يكون حلا وإنما هو تفخيخ للمستقبل. إذا كان حل حقيقي فليبدأ من النقطة الأولى، وهم يعلنون أنهم ملتزمون بالقرار 2216. يعني هل عرض عليكم أستاذ دكتور محمد؟ ماذا عرض؟ يعني نحن عرض علينا الحل الأممي الذي قدم المبعوث الأممي حلا في الكويت، هو ذات الحل رغم تحفظنا على كثير من بنوده، وبالتالي ما في حلول جديدة عرضت غير ذاك الحل. طيب الآن هناك تقدم آخر أو خطوة جديدة قام بها رئيس الوزراء، هناك حديث عن دور أردني في الأزمة اليمنية بطلب حكومي، ما ملامح هذا الدور؟ حتى الآن لا يوجد يعني هناك أي حلول خارج إطار ما المساعي التي يقوم بها ولد الشيخ. ما في يعني لا أعرف أن هناك أي حل عربي أو أردني أو في هذا الاتجاه، كل ما هنالك الآن مساعي يقوم بها، هم الآن يعملون على إفشال دور المبعوث الأممي كما لاحظتم في صنعاء من خلال تشويه سمعته من خلال كيل التهم له، وذلك لأنهم يريدون حوارا خارج إطار المرجعيات، والمبعوث الأممي بحال لا يمكن أن يقيم حوارا سياسيا خارج إطار المرجعيات المتفق عليها.
طيب بشكل عام، هل لا يزال هناك متسع للحديث عن حل سياسي في ظل ما تفضلت به أنت بخصوص تعنت الميليشيا وإفشالها لكل مشاريع الحل السياسي؟ والله يا أخي الكريم، أي حل سياسي من طرف الحكومة هو محل ترحيب، بشرط كما قلت لك أن يكون حلا عادلا وليس حلا جائرا ظالما بحق شعبنا اليمني. لكن من خلال التجارب التي يعني مضيناها مع هذه العصابة والفعل الانقلابية، يتبين أنهم للأسف لا يبحثون إلا عن ما يحقق لهم أطماعهم ويرسخ لهم انقلابهم. وهذا الحل هذا ليس حلا، هذا هو يعني فقط يعني تكريس للمعاناة، تكريس للظلم، تكريس للقتل، تفخيخ للمستقبل، غرس الذراع الإيراني في المنطقة. هذا لا يمكن يكون حل، هذا حل، هذا ليس حل، هذا مشكلة، هذا مصيبة على المنطقة، مصيبة على اليمن، مصيبة على الإقليم، مصيبة على الملاحة الدولية، مصيبة على كل شيء. لا يمكن أن يكون حل بهذا الاتجاه. طيب برأيكم ما هي الخيارات الموجودة لدى الشرعية للتعامل مع هذا الوضع؟ الشرعية تتعامل بمسؤولية وبعقلانية. يعني كل أي حل يمضي في اتجاه حقن الدماء نحن معه، والشرعية معه، والتحالف معه. لكن إذا فرض وقد فرض هذا الاتجاه الانقلابي العدواني على شعبنا الظلم والقتل والتدمير، ليس أمام الشعب اليمني إلا أن يدافع عن نفسه وعن دولته وأن يستعيد مؤسسات الدولة وأن تعود الشرعية إلى ما كانت عليه. هذا الحل يعني ليس هو الخيار المفضل، لكنه الخيار الذي فرضه الطرف الانقلابي على الشعب اليمني. فليس أمام الشعب لأن يدافع عن نفسه، لا يمكن أن يقبل الشعب بعصابة طائفية يعني مذهبية سلالية عنصرية تحكم الشعب اليمني. هذا لا يمكن أن يكون. يا دكتور محمد موسى العامري، مستشار رئيس الجمهورية، كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك، كما هو الشكر موصول لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزميل كمال حيدرة في إعداد الحلقة، وكذلك تحية بقية أفراد الطاقم الفني. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.